ازيكم يا اصحابي، وحشتوني. صباح الخير. صباح النور يا لولو، عامله ايه؟ انا كويسه يا بتوت، انت اخبارك ايه؟ انا حلوه اهو. واخوك الاحمر لونك عامل ايه؟ حلوه قوي يا لولو، بيسلم عليكي. هو فين؟ عايز اسلم عليه. ازيك يا بتوت؟ انا كويس، انتوا عاملين ايه؟ احنا كويسين، بس انا سمعت خبر وحش قوي يا بتوت. ايه هو يا لولو؟ قوليلنا. الست قالت لابنها اللي احنا خلاص كده لازم نمشي، ويحطونا في شنطة زبالة ويرمونا في الشارع. ايه ده، مين قالك كده يا لولو؟ انا سمعت الولد بتاعنا اللي هو مربينا وكبرنا معاه وكبرناه بألعابنا الحلوة، هو اللي قال لنا. ازاي ده بس ينفع؟ خالص خالص خالص، يعني ايه يرمونا في السالة؟ هما ياخدونا بعد كده يرمونا في السالة؟ لا مش ينفع. هو راح فين يا ميكي؟ يا ميكي حبايبي، عاملين ايه؟ الله، وايه الطيارة اللي انت راكبها ديت يا ميكي؟ ما انا خلاص باي حبايبي، كبرت وبقيت طيران. عقبالكم كده وتبقوا زيي. احنا لعب يا ميكي، احنا كنا العابك الحلوه اللي كبرناك ووشنا حلو عليك. انا لولو، نسيت لولو حبيبتك؟ لا والله يا لولو ابدا، بس انا خلاص كبرت ومش ينفع العب معاكم تاني. انتوا خلاص كده حقت الاولاد الصغننين هما اللي يلعبوا معاكم بس. يعني ايه يا ميكي، هترمينا خلاص في السالة؟ هيقول عليك لولو، هيقول عليك بتوت، وبطوط اخوه الزعلان الصغير ده يهون عليك. اعمل ايه بس؟ خلاص حياتي اتغيرت دلوقتي. انا بقى معايا صاحبي ارنوب، وصاحبي التاني ارنوب اهو. شايفة يا لولو؟ دول اصحابي دلوقتي. ازيك يا ارنوب؟ انا كويس يا ميكي، عامل ايه؟ امال فين ارنوب التاني عشان نعمل مسابقة؟ انا اهو يا ميكي، ازيك؟ عامل ايه؟ انا كويس، وحشتني قوي. وانت يا ارنوب عامل ايه؟ انا اهو يا ميكي، حلو كويس. ها شفتوا بقى اصحابي الجداد؟ مش زيكم انتوا، خلاص لاحت عليكم. انا مش عايزكم تاني. مامتي قالت لي ارميكم في الزبالة، وانا هعمل زي ما هي قالت لي، ارميكم في الزبالة كده. يهون عليك لولو ويهون عليك بتوت. ماشي ماشي يا ميكي، انت طلعت وحش قوي قوي قوي، احنا زعلانين منك خالص خالص. تعالوا بقى يا حبايبي لما نجمع نفسنا ونمشي. يلا يا بتوت، يلا يا لولو، يلا يا بتوت يا صغير. مش تزعل خالص، مش تزعل، احنا لينا ناس تحبنا وتاخدنا عندهم. يلا براحتك يا ميكي، احنا كان وشنا حلو عليك، واحنا كنا بتوع الحظ ليك يا ميكي. براحتك خالص، يلا باي باي. خلاص باي حبايبي، باي باي. يلا يلا يا ارنوب، انت فين؟ انت فين؟ انا اهو، انا اهو. وارنوب التاني فين؟ اهو يا حبيبي ميكي اهو. ايه ده، معانا مسابقة الموتوسيكلات. ماشي، وانت يا ميكي تقف هنا عشان احنا معانا لعبة جديدة خالص خالص يا ميكي. ايه هي؟ هنوريها لك دلوقتي. احنا هنلعب لعبة القمار. قمار؟ يعني ايه قمار ده؟ انا ما كنتش بلعب بالحاجات دي خالص، انا كنت بلعب بالعلوسة وبالدبدوب وبطوط والحاجات ديت بس، لكن مع نفسي يعني ايه القمار ده. احنا هنعلمك يا ميكي، تعالى معانا. بص انت معاك كام؟ انا معايا فلوس، دي كل دي فلوس يا ميكي. ايه ده، ده انت باين عليك اهلك غنيه قوي قوي قوي. انتوا فاكرين ايه؟ انا مامتي مدلعاني وعندي فلوس كتير، وبسمع كلامها. قالت لي ارمي اللعب الصغيره، رحت رميتهم، كانت لولو وبطاطيت. طيب احسن، احنا بنحبك اكتر يا ميكي. ماشي، وانتوا بقى يا ارانيب معاكم كام؟ انا معايا اهو، ما تقلقش يا ميكي، معانا فلوس زي ما انت معاك فلوس، وانت كمان معاك فلوس. معانا فلوس. بص يا ميكي، احنا نلعب دلوقتي، هنجيب الصندوق اللي هيبقى فيه الهدايا والامور. هيجي الدور على مين يا ترى؟ يلا يا ميكي تختار اني واحد. انا اخترت دوت،
ما نشوف يا ميكي، ما نشوف حظك طلع فيه ايه عشان انت تكسب. ان شاء الله تكسب يا ميكي، ان شاء الله تكسب. ما نشوف. واو يا ميكي كسبت عروستين، ولازم تدفع فيهم عروستين تاني. ايه ده، هو مش اللي بيكسب هو اللي بياخد فلوس؟ لا يا ميكي، اللعبة ديت انت تكسب وتدفع فلوس. ماشي اتفضل يا ارنوب، خد. تنفع دي؟ عروسة صغيرة وعروسة كبيرة. خلاص ماشي يا ميكي، احنا ماشي موافقين. طيب برافو، يلا نلعب تاني. يلا اختار يا ميكي، تختار اني لعبة. خلاص يا اصحابي انا اختار عليها الطيارة. ماشي يا ميكي، ما نشوف فيها قطة. الله دي قطة قطة قطة. هو انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ هو انا على طول ادفع فلوس بس؟ امال